كان تخوف اكثر من خاف ولا تكون زعما شي اكسبوزيون. الحمد لله انه لا رابيديتي باش يا لا انترفونسيون ديال لا بروتيكسيون سيفيل مشكورين لهم على لي زوتوريتي الامن الدرك لا خوت المساعده للاعوان كلشي كان هنا. ليفاكواسيون ا ايو ايميديات ديال السكينه هذا هو المهم. De la manette à la mais aucune victime, c'est le plus important. D'abord, il faut repenser un peu la zone de recherche cette zone. Il faut que les mesures à prendre dans la qualité de l'étude. On a évité de le voir, mais c'est une deuxième fois. D'abord, on est en 2022 ou 2002, quand déjà le harak de la semer, donc c'est de mauvais souvenirs. Les mavrinages de Danao dans le Kroon. Je pense qu'il faudra prendre les mesures nécessaires pour ne plus exposer la ville de Mohammedia. Là, il y a les sakina ديال هذا الشكل. سكنه مجاوره اللي كانت انها ريكلامات 4 مرات ما كانش تجاوب. السكنه المجاوره alors دابا خصك تفهم واش السكنه المجاوره كانت وجاو حطوا هاد لي ريزيرفوار ولا هي اللي جات سكنات فين كانوا لي ريزيرفوار. هذا هو السؤال اللي خصك تطرح، انه راه هذيك لا زون راه هذه 60 عام وهي كاينه في محمديه قبل ما تكون السكينه. المشكله سي كون ا بيرمي لو ديفلوبمون ديال لا فيل دون سو سونس لا سون بروتيجي هاد الناس. دونك سي بور سا قلت لك اجوردي اللوا اللي كنعطيو للسكينه انه لي فيتور بلان داميناجمون بروندرون ان كونسيديراسيون لور سيكوريتي افون تو. دونك il n'y aura rien qui sera fait au soldat زعما موعد انا باش غدا التصاميم غادي ياخذوا بعين الاعتبار هادشي لانه على صون موا دير وي قالت لك هي التصاميم اللي ما كياخذوش بعين الاعتبار انه سي اون زون دونجوروز اللي ما خصش يكونوا فيها الناس ما غاديش يكونوا هذا هو البلوز امبورتون. السكينه لا بروتيكسيون ديالها هي سا ريست le point numéro 1 et c'est ce qu'on va faire alhamdulillah انه l'intervention a été rapide. المدير المدير الاقليمي لشركه ليداك في المحمديه احنا تنتواجدوا هنا من اول لحظه اللي وقع هذا الشيء. علاش؟ حيت خصنا نكونوا حاضرين باش نقطعوا الضوء حفاظا على السلامه ديال السافا بومبي وخص يكون الماء بلا بريسيون كيل فو باش لي سابور بومبي الناس الوقايه المدنيه يكون عندهم يعني الماء كافي باش يواجهوا الحريق. يعني وحنايا يعني هذا الشيء اللي مولفين نديروا يعني بحال هاد لي زانسيدون لي زاكسيدون اللي تيوقعوا بحال هكا. حنا يعني مدربين على هذا الشيء وتنكونوا حاضرين تكونوا عارفين شنو خصو يدار. والاخوان راه كانوا حاضرين تبارك الله عليهم لي زاجون ديالنا وخدموا خدمتهم في امان الله كلشي داز مزيان.